هناك قصة أخرى معروفة جدا وهي قصة النبي يونس نعم. أو يونان, نعم. يونان. هذه يعني أريدك لو سمحت أن تتوقف عليها ببعض التفاصيل نعم. لأن هناك يعني تداخل الآلهة مع, بزرق. 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 مع الملوك مع الـ الـ الأنبياء يعني كله تداخل في بعض يعني صار نوع من الخلط هناك، نعم. فلو تحدثت ببعض التفاصيل عن هذه نعم. القصه، من اين اين اصولها؟ يعني متى تذكر اول مره أول تاريخيا مرة. اركيولوجيا؟ بالضبط هو اول مره هي ايضا اصولها سومريه، لماذا؟ لان الاله انكي كان له ما يسمى بالرسول او الكائن غير الالهي يعني هو ليس إلهاً انما مساعد اله وهذول هم اللي بعدين اطلق عليهم اسم الجن وال يعني الرسل والى نعم. اخره مهم. هذا الكائن اسمه اوانس اوانس مهم. اللي هو كان يرتدي رداء عباءه سمكيه احنا نقول عليه بالعراق يشبه الشبوط نعم يعني سمك الشبوط اللي هو وبالصور أه موجود ومعروف يعني فعلا هم حتى هم يسمونه كائن كائن الشبوطه يسمونه هذا عنده عباءه سمكيه يعني عباءه من, من السمك وراس السمكه هي اشبه بال بال بال, بال, بال قبعة له توضع حتى لا شبهت بأنها تشبه قبعة البابا يعني لهالدرجة إنه أخذوا مقارنات بها عموما لما أنت تسأل سؤال بسيط لما أخذ يعني أخذ هذا هذا التشبيه كائن سمكي لما كائن سمكي لسبب بسيط جدا أن إنك في الماء إنك إله الماء ومقره في الأبسو نعم. اللي هو الغور العميق هناك انكي يحكم مساعده يجب ان يكون كائنا مائيا ولكن هذا الكائن المائي مو على شكل سمكه 100% انما هو بشر لابس رداء سمكي عندما كان يصور عند السومريين ثم عند الاشوريين لاحظ الاشوريين وليس البابليين نعم عند الاشوريين تجد عشرات الصور لهذا الكائن كيف تجده نصف الأسفل سمكة والأعلى و... بشر عندما تنظر له كصورة كصورة تجد كأنه رجل تبتلعه سمك الصورة هكذا تقول يعني هو ليست هناك بمناسبة نصوص كثيرة على الموضوع هذه الصورة يبدو لي أنها أوحت للعبرانيين أو للكتبة هؤلاء أنه هذا لاحظ اسمه يو أنيس هو اسمه هذا يو تحول الى يونس ببساطه هو كائن 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 سمكي للاله انكي تحول الى يونس بدليل ساجيب لك شو تقول لي شنو دليلك يا اخي هاي الاحوه طبعا هم من تقرا قصه يونس في التوراه انه هو النبي ارسل الى هاي القوم الكافرين واهداهم وما قبلوا كذا رموه في البحر وابتلعته وبقى تجد يا اخي كل احداث موجوده بالتفاصيل خصوصا الاشوريين حرصوا على في دورياتهم على ذكر ادق التفاصيل، لا وجود لهذه الشخصيه لا توجد مطلقا لا يوجد نبي جاء وبشر في 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 بلاد اشور مطلقا اذا من اين اتى؟ اتى من هذه الصوره، اتى من ان ان العبريين شاهدوا هذه الصوره فافترضوا ان هناك كائنا ابتلعه حوت. وبدأت القصه فبالتالي يجب ان ي... والحقيقه هي ليست هكذا ليست هكذا يعني الامر بافتراض يعني اين هي الحقائق؟ وين احنا؟ هاي بلاد اشور يعني الدوريات الدوريات الاشوريه تعمل لك مكتبه كامله يوجد فيها ذكر لشيء لشخص اسمه يونان او يونس بشر ورمي في البحر من قبل الاشوريين او غيره لا يوجد هذا الشيء لكن هو اخذ من جداريات موجوده ومن الالواح ترسم هذا الكائن واصل هذا الكائن ليس اشوري اصله سومري هو رسول الاله انكي الذي اسمه يوانس او اوانس الاسم جدا قريب اوان سموه بعدين بعض التصحيفات اوان يعني هذا الكائن كائن كاهن بالضبط هو كاهن كان يلبس العباء السمكيه تبركا بالطبيعة السمكية للإله أنكي وينشر المعرفة بين الناس ويعطيهم لأن هو إله أنكي بميزة عظيمة جدا الإله المعرفة وإلى الموسيقى والفنون والسحر كل ال... كان ينشر المعرفه في شعب اريده في زمنه في في وقته اللي هو الالهيه طبعا هو ايضا اسميه انا قصدي هذه المرايا العاكسه لنا للاشياء انا ما استطيع اغفلها ربما غيري يغفلها لكن انا كدارس هو الناس ما تفرق بين كوني باحث ودارس وبين كوني معتقد انا لا يعني انا بعيد عن المعتقدات انا اشتغل بالبحث اقارن واجد التشابهات وهذا امر من حقي